توجت منافسات الألعاب الإفريقية الثالثة بتحطيم أرقام قياسية عديدة وبالحصول على عدد لا بأس به من الميداليات من طرف رياضيين المشاركين في مختلف الأصناف والأنواع. ومن بين الرياضيين الذين برزوا خلال هذه الألعاب الثالثة العداء محمد بن سعد الذي فاز بالميدالية الذهبية في السباق العشاري، وكان هذا الانتصار متوقعا لما بذله محمد بن سعد من مجهودات واستعدادات منذ سنوات عديدة، مما سمح له بأن يسيطر على هذا النوع من المسابقات في إفريقيا، حيث حطم الرقم القياسي الإفريقي عدة مرات قبل الألعاب، وبالخصوص على إثر منافسات البطولة الوطنية للسباق العشاري التي نظمت يومي 4 و5 مايو من سنة 1978، يعني شهرين قبل انطلاق الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية. والعشاري هو أصعب سباق مسطر في برنامج المنافسات الرسمية لرياضة ألعاب القوة، حيث يحتوي على 10 أنواع مختلفة من هذه الرياضة، ولذا يتطلب العشاري مجهودات بدنية كبيرة أثناء التدريبات والمباريات، إلى جانب الإرادة وفنيات معتبرة في القفز والرمي والجري. وتؤدى حركات رمي الجلة مثلا بالارتكاز على الرجل اليسرى والانحناء قليلا إلى الوراء، بينما تكون الرجل اليمنى مقوسة، وبإتقان هذا الأسلوب إتقانا جيدا يتمكن الرامي من إرسال الجلة بدفعة قوية، حيث يستعمل في آن واحد قوة العضلات ومرونة الجسم. الرجل اليمنى تلعب هنا دور القوس. نوع تدريب وتمارين الخاصة والمتنوعة قصد إتقان أساليب الرمي والقفز والجري كما ينبغي وتحسين الفنيات، وكل هذا من أجل نيل بعض السنتيمترات أو أعشار الثانية التي تسمح بالحصول على نقاط إضافية. تقوية العضلات من التمارين الضرورية لرياضي الألعاب، والتدريب المتواصلة تعطي للعداء القدرة على التحمل والقوة اللازمة للمشاركة في مسابقات الرمي والقفز، مشاركة فعالة. وفي هذا المجال تلعب عضلات الأطراف الأربعة دورا هاما، حيث يعتمد عليها كثيرا الرياضي في العشاري. كل نوع معين من أنواع سباق العشاري تمارين الفنية الخاصة، فتمارين الخفة والمرونة المخصصة للقفز بالزانة مثلا تختلف تماما عن التمارين الأخرى.
تجري التدريبات كما نشاهد في جو ملائم يسمح للرياضي باستيعاب كل تقنيات الرياضات المختلفة التي تكون العشاري. المرونة تتطلب في القفز بالزانة ثبات حركة الصعود والإحناء عند الوصول إلى الخط لاجتيازه والصعود في الوقت المناسب بدون لمس الحاجز، والهدف هنا هو الوصول إلى الانسجام التام بين الحركات من الانطلاق إلى الوصول بعد اجتياز الحاجز. يعتبر محمد بن سعد من الرياضيين القلائل الذين استطاعوا بفضل الإرادة الفولادية من الوصول إلى مستوى الأبطال الأولمبيين في القفز بالزانة، حيث اجتاز 4.90 وعدل بذلك الرقم القياسي الأولمبي لألعاب موريال والخاص بسباق العشاري. وليست صدفة أن يسجل بن سعد هذا الرقم، حيث بفضل 25 ساعة تدريب في الأسبوع وكذا المجهودات الجبارة والعمل المتواصل والجاد استطاع تحطيم الرقم القياسي الإفريقي لسباق العشاري بتسجيله مجموع 7434 نقطة. تتميز كل حصة تدريب بأداء قفزات عديدة لتمكن بن سعد من تحسين فنياته، بحيث تدور عدة مناقشات بينه وبين مدربه حول كيفيات القفز بواسطة الزانة. تتكون مسابقات السرعة في العشاري من سباقي 100 متر و 110 متر حواجز، ويعتبر بن سعد من أحسن الرياضيين في سباق 110 متر حواجز، حيث سجل 14 ثانية و 18، كما حطم الرقم القياسي الوطني لسباق 400 متر حواجز ب 51 ثانية و 17. وكما هو الشأن بالنسبة للأنواع الأخرى، يخصص محمد بن سعد وقتا طويلا للتدريبات الخاصة ب 110 متر حواجز. وبعد حركات تسخين العضلات يقوم بن سعد بالتمارين الأولية الخاصة باجتياز الحواجز وبقدم واحدة، القدم اليسرى في البداية ثم بالقدم اليمنى، وهذا على علو يتراوح بين 80 سنتيمتر ومتر و 6 سنتيمترات كمرحلة أولى في التدريب.
تجري التمارين بطريقة تدريجية بالنسبة لعلو الحاجز وطول المسافة بين الحاجز والآخر، وهكذا حتى الوصول إلى العلو المطلوب وهو 1.06 متر والمسافة الفاصلة بين الحاجز والحاجز الثاني التي تساوي 9.14 متر. ويحاول بن سعد بفضل التدريبات المتواصلة اتباع أسلوب اجتياز الحاجز بعد 3 خطوات منسقة، وهو الأسلوب الحديث المتبع حاليا من طرف الرياضيين العالميين. أما في القفز العالي فيستعمل كل من سعد ورفيقه إسماعيل أسلوب القفز على الظهر المعروف باسم الفوسبري، وللوصول إلى أداء قفزة موفقة يبذل من سعد ورفاقه مجهودات كبيرة قصد إتقان هذه الطريقة. كل مرة بعد القفز يصحح المدرب الأخطاء التي ترتكب من طرف الرياضي، كما يقدم المدرب نصائح فيما يتعلق باستعمال مرونة الورك في الدفعة الأساسية التي تسمح بأداء القفز. في التدريبات يستعمل الرياضي جميع الحواس لأداء التمارين بدقة تحت إشراف المدرب الذي يستعمل في كل مرة نقاط ضعف الرياضي لمحاولة تفاديها في المستقبل، كما هو الشأن بالنسبة لكل الاختصاصات خاصة في المنافسات الرسمية ذات المحاولات 3 التي يعمل فيها الرياضي على إتقان واحدة منها لتسمح له بالتأهل أو الفوز في منافسات هذه الرياضات.
الرياضي في الألعاب العشرية يعمل جاهدا على تطبيق المبدأ الأولمبي المتجسد في الأقوى الأبهد والأعلى. يجري فريقنا الوطني لكرة الطاولة تدريبات يومية من الرابعة مساء للسادسة بإحدى قاعات المركز الوطني للرياضة تحت إدارة مدربه السيد إبراهيم أنويو. ويتكون فريقنا الوطني من عدة لاعبين ولاعبات من ولايات مختلفة لا يتجاوز معدل أعمارهم 17 سنة، ومعظمهم من الثانوية الرياضية، وهكذا يسمح لهم الوقت بالتدريب بصفة حسنة ومستمرة، كما توفر لهم وسائل النقل بين الثانوية والمركز الرياضي.